السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تسنيم جمال، فرقة 5، كلية طب بشري، جامعة بنها. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح محاضرة سهلة قوي بعنوان البلمونري فانكشن تيست. يعني قبل ما ندخل في المحاضرة عايز أعرفكم الأول يعني إيه أصلا فانكشن تيست. يعني فانكشن يعني وظيفة، وتيست يعني اختبار. فأنا بعمل التيست ده عشان اختبر الفانكشن بتاعة أورجن معين. فمثلا عندنا كيدني فانكشن تيست، عندنا ليفر فانكشن تيست، عندنا بالمونري فانكشن تيست. بالمونري يعني انا بختبر الوظيفه بتاعت مين، بتاعت اللنج. تمام. طيب يبقى قبل ما نتكلم يعني نعرف الاول الديفينيشن بتاعت يعني ايه اصلا بالمونري فانكشن تيست. دي عباره عن دايجنوستيك تيست، يعني اختبارات بعملها عشان دايجنوزس، يعني عشان اشخص مرض معين في طبعا في الريسبيراتوري سيستم. وبتبقى نون انفيزيف. احنا التستات يا اما بتبقى انفيزيف يا اما نون انفيزيف. يعني ايه بقى؟ بناء على ايه؟ انفيزيف دي الحاجه اللي انا بتدخل فيها جوه جسم العيان، زي مثلا المنظار مثلا. فالمنظار ده انت بتدخله جوه جسم العيان نفسه. لكن الحاجه زي البلمونري فانكشن تيست دي بتبقى نون انفيزيف، زي ما انتم شايفين في الصوره. هو مجرد بس العيان بيبقى في انبوبه فيه بتاعه كده هو بينفخ فيها. فانا يعتبر الجهاز ما دخلش جوه جسم العيان ولا حاجه، فيعتبر ده حاجه نون انفيزيف. ماشي. طبعا الحاجات النون انفيزيف دي بتبقى ضررها اقل على العيان بكتير من الحاجات الانفيزيف، ماشي، ومشاكلها اقل وبتبقى سهله وبتستخدم كتير وكده. فيعتبر البلمونري فانكشن تيست ده نون انفيزيف دايجنوستيك تيست. بيدينا ايه بقى او بستخدمه عشان اقيس ايه؟ طبعا لسه قايلين هو بلمونري فانكشن، فبقيس الفانكشن بتاعه اللنج. ايه الفانكشن بتاع اللنج دي؟ بقيس فيها ايه؟ بقيس فيها 4 حاجات. اول حاجه اسمها اللنج فوليومز، تاني حاجه اسمها اللنج كاباسيتي، بعد كده الريت اوف فلو، بعد كده الجاز اكستشينج. دول ال4 حاجات اللي انا بقيسهم او الحاجات دي على بعض اسمها البلمونري فانكشن تيست. طيب اللنج فوليومز يعني الفوليوم يعني حجم، يعني كميه الهواء اللي داخله او اللي خارجه في اللنج، ماشي. تاني حاجه اسمها اللنج كاباسيتي. كاباسيتي زي ما هنعرف بعد شويه ان هي معناها السعه، يعني بنجمع كذا فوليوم كذا حجم مع بعض يدينا كاباسيتي معينه. سيبوا دول دلوقتي، احنا دول هنشرحهم بالتفصيل، ودول اهم حاجه في المحاضره اللي هي اللنج فوليومز واللنج كاباسيتيز. بعد كده الريت اوف فلو اللي هو معدل، يعني الهواء اللي بيخرج من الرئتين بتوعي دول بيخرج بسرعه ولا بيخرج ببطء. طبعا بسرعه وببطء دي بيتحكم فيها برضو بعض الامراض اللي موجوده في اللنج، ماشي. يبقى اخر حاجه الجاز اكستشينج اللي هو تبادل الغازات، ان انا افرض اللنج اصلا من وظايفها ان هي بتطلع سي او 2 وتدخل الاكسجين. فدي تعتبر ان انا لما اقيس الفانكشن دي يبقى انا برضو بقيس حاجه اسمها جاز اكسشينج، يبقى انا يعتبر بختبر برضو وظيفه الايه اللنج. يبقى ايه ال4 حاجات اللي انا بقيسهم اسمهم البلمونري فانكشن؟ حاجه اسمها اللنج فوليومز، اللنج كاباسيتيز، بعد كده الريت اوف فلو، والجاز اكسشينج. هنتكلم على ايه بقى في محاضره النهارده عشان ما نلخبطش نفسنا. اهم حاجه اللي هي اللنج فوليومز واللنج كاباسيتيز. يعني عندنا 4 لنج فوليومز هنعرفهم و4 لنج كاباسيتيز هنعرفهم، ودول لو فهمناهم يعني خلاص يعتبر المحاضره دي بقت سهله جدا بالنسبه لنا يعني، ماشي. يبقى كده عرفنا الاول ايه هي البلمونري فانكشن تيست دي، يعني ان هي عباره عن نون انفيزيف تيست وبنعملها عشان نأسس البلمونري فانكشن. وعرفنا ايه هم ال4 بلمونري فانكشن اللي احنا بنقيسهم، ماشي. طيب ليه بقى ان انا اطلب التيست ده للعيان؟ يعني ايه اللي يخليني ان انا اطلب اقول للعيان روح اعمل لي بلمونري فانكشن تيست وتعالى اشوفه؟ اول حاجه ان العيان ده يكون جاي لي اصلا بشكوى خاصه بالريسبيراتوري سيستم، يعني مثلا شورتنس اوف بريث، يعني العيان ده بينهج ومش قادر ياخد نفسه. فانا اقول له اعمل لي بالمونري فانكشن تيست عشان اعرف سبب النهجان ده، ماشي. يبقى انا ان انا اشخص او السبب بتاع الشورتنس اوف بريث. تاني حاجه لو انا شاكك في مرض معين، يعني مثلا سمعت الشيست بتاع العيان بالسماعه بتاعتي وشكيت مثلا في مرض او اتنين، فانا عايزه افرق بينهم، فاروح اطلب للعيان ده بالمونري فانكشن تيست عشان اعمل سيرتن دايجنوزس، يعني اشخص او سيرت اشخص نوع معين من اللنج ديزيز. فور دايجنوزس اوف سيرتن تايبس اوف لنج ديزيز بطلب البالمونري فانكشن تيست. يبقى اول حاجتين، يا اما العيان جاي بشكوى معينه زي شورتس اوف بريس وانا عايزه اعرف سببها، او تاني حاجه ان انا شاكه في كذا مرض وعايزه اشخص بقى نوع اللنج ديزيز ده تحديدا انهي واحد، فانا بطلب بالمونري فانكشن تيست. ثالث سبب يخليني اطلب بالمونري فانكشن تيست لو العيان ده مثلا بيشتغل في مكان عمل معين، زي مثلا العيانين اللي بيشتغلوا في المواد الكيميائيه زي مثلا اللي هو الرخام، صناعه الرخام والحاجات دي، او مثلا شغالين في المصانع. العيانين دول بيتعرضوا لمواد كيميائيه او كيميكلز، المواد الكيميائيه دي بتاثر على التنفس، بوظائف التنفس بتاعتهم. فانا برضو عشان اشوف الكيميكال ده مأثر على العيان ولا لا فبطلب له بالمونري فانكشن تيست.
رابع حاجه لو انا شخصت العيان ده اصلا، انا عيان عارفاه عندي وبشخصه ان هو برونكيال ازمه وبياخد علاج، فانا عايز اعرف العلاج ده هل هو بيجيب نتيجه ولا ملوش لازمه، ولا يعني اغيره ولا كده. فبطلب بالمونري فانكشن تيست قبل ما ياخد العلاج، وبعدين اقول له مثلا خد التريتمنت ده لفتره معايا شهر مثلا، وبعدين تعالي لي بعد شهر نعمل بالمونري فانكشن تيست تانيه ونشوف. لو البلمونري فانكشن تيست دي بتتحسن يبقى انت خلاص وظايف التنفس بتاعتك بتتحسن، يبقى انت الدواء ده فعلا جايب نتيجه وكمل عليه. طب لو لقيتها ما بتتحسنش او زي ما هي، لا يبقى احنا محتاجين نزود العلاج او نغير العلاج او كده، ماشي. وبعد كده يبقى كده اربع حاجات بيخلوني اطلب بلمونري فانكشن تيست. اخر حاجه بتخليني اطلب بلمونري فانكشن تيست لو العيان ده هيدخل عمليه. المفروض ان احنا قبل السيرجري المفروض العيان ده يتعرض لتخدير، فالتخدير ده المفروض انت بتحضر العيان قبل العمليه، بتحضره ان انت بتطلب له تحاليل معينه وبتطلب له اشعاعات وبتطلب له كذا حاجه قبل العمليه. فمن ضمن الحاجات اللي انت بتطلبها عشان تحضر العيان للعمليه بتطلب له وظائف للرئتين، ماشي، عشان التخدير وكده. طيب يبقى كده ايه الاسباب اللي تخليني اطلب البلمونري فانكشن تيست؟ يا اما العيان جاي بشكوى سيمتوم اللي هي شورتنس اوف بريث وانا عايزه اعرف سببها، او ان انا عايزه اشك في مرض معين وعايزه اشخص سيرتن تايب اوف لانج ديزيز زي برونكيال ازمه او برونكايتس او انفيزيما، اي نوع اي مرض معين عايزه اشخص نوعه، او العيان ده بيتعرض في شغله لكيميكال وانا عايزه اعرف التعرض للكيميكال دوت بيأثر ازاي على البلمونري فانكشن بتاعته ولا مش بيأثر، وبناء على كده هل هو هيكمل في الشغل ولا يغيره ولا كده. او ان انا اصلا مشخصه العيان وبديله تريتمنت وعايزه اعرف التريتمنت ده بيجيب نتيجه ولا لا. واخر حاجه لو العيان ده هيدخل عمليه وانا عايزه احضره قبل العمليه، فمن ضمن التحضيرات اللي قبل العمليه ان احنا بنطلب وظائف للرئتين، تمام. يبقى كده عرفنا ليه احنا بنعمل بالمونري فانكشن لايه، لاي بيشنت. طيب بنعمل ازاي البالمونري فانكشن ده بقى؟ بنعمل حاجه اسمها سبايرومتري. كلمه متري يعني قياس، وسبايرو يعني جاي من الريسبيراتوري، ما هي سبايرومتري بس احنا بنختصرها يعني، فهي مقياس للتنفس. فسبايرومتري ان احنا بنقيس التنفس. فبيقول لك ده الفيرست لانج فانكشن تيست بيتعمل، يعني اول هم اصلا احنا ايه بالمونري فانكشن تيست بنقيس اللانج فوليومز واللانج كاباسيتي والريت اوف فلو والجاز اكسشينج، صح؟ طيب او كل واحده من دول في حاجه بتقيسها، يعني كل اول حاجه يعني في كذا كذا طريقه بنقيس بيها. فاول حاجه بنطلبها خالص عشان ناسس البالمونري فانكشن اللي هي السبايرومتري ده، ماشي. يبقى دي اول حاجه بتطلب، وده بيقيس ايه بقى؟ بيقيس هاو ماتش اند هاو كويكلي يو كان موف الاير، يعني هاو ماتش يعني الفوليوم بتاع الاير، بيقيس الاير فوليوم او اللي هي اللانج فوليوم. وكمان قلنا الكاباسيتي، بيقيس الكاباسيتي ليه؟ لان الكاباسيتي دي هي كذا فوليوم متجمعين مع بعض، فيبقى كده بيقيس اللانج فوليوم وبيقيس اللانج كاباسيتي. وهاو كويكلي يعني بيقيس الريت اوف فلو. يبقى السبايرومتري ده بيقيس لي يعتبر ثلاثه بالمونري فانكشن، فيعتبر ده اهم واحد فيهم. فهو بيقيس هاو ماتش اند هاو كويكلي الهواء بيخرج وبيدخل الرئتين، وهنعرف طريقته دلوقتي، هنفهم ازاي هو بيقيس اللانج فوليوم واللانج كاباسيتي والريت اوف فلو كل الحاجات دي. لكن الجاز اكسشينج ملهاش دعوه بالسبايرومتري، الجاز اكسشينج دي خاص بيها حاجات ثانيه زي مثلا الاي بي جي الارتيريال بلاد جازس والحاجات دي، ماشي. بيقول لك التيست ده بقى بيتعمل ازاي، فكرته انا اوريكم شكل الجهاز الاول. بصوا شكل الجهاز بيبقى عباره عن انبوبه كده، الانبوبه دي بتبقى في نهايتها من هنا كده ماوس بيس، يعني حته العين بيتنفس من بقه. هو السبايروميتر كله فكرته العين بيتنفس من بقه مش من مناخيره، بنسد له مناخيره بمشبك او اي حاجه، وبعد كل التنفس هيبقى من الايه، من الفم، ماشي. والانبوبه دي بقى متوصله الهواء، طبعا هو بينفخ في الهواء هنا، وفي بقى ديفايس كده او جهاز، الجهاز دوت بيبقى له مونيتور، له شاشه كده، والشاشه دي في الاخر هتطلع لنا ورقه مطبوعه عليها كيرف، والكيرف ده هو بقى عباره عن البلمونري فانكشن، وده هنشرحه بالتفصيل دلوقتي بقى، ماشي. يبقى احنا عرفنا فكره الجهاز ان احنا عندنا في انبوبه كده، ده الميكانيكال ديفايس. احنا عندنا في السبايرومتر ده في نوعين، في نوع اسمه ميكانيكال ديفايس اللي هو اللي قدامنا ده، وفي نوع اسمه الكتريكال او الالكترونيك. الالكترونيك ده بيبقى بدل الشكل ده وتنفخ في البتاع، لا هو انت بتتنفس عادي في ماوس بيس، بس بيبقى في حاجه اسمها السنسورز اللي بتحس كميه الهواء بتبقى الكترونيه، فهي حاجه متطوره شويه. لكن المستخدم اكتر والمشهور اللي هو الايه، الميكانيكال، بيبقى عباره عن قلنا الانبوبه دي وانت بتنفخ فيها، ومتوصله بديفايس، والديفايس ده له مونيتور كده او شاشه، والشاشه دي بترسم لنا كيرف، والكيرف ده في الاخر هنطبعه على ورق، ماشي، زي الورقه بتاعت رسم القلب كده، ماشي. يبقى احنا عندنا نوعين من السبايروميتر، نوع اسمه اللي هو الميكانيكال اللي انا وريته لكم، ونوع الالكترونيك، ده النوع الالكترونيك، ماشي. لكن دول اللي هو الايه، الميكانيكال. طب دلوقتي انت
قررت بقى تطلب للعيان بالمونري فانكشن تيست، وقلت له انت هتروح تعمل لي اختبار كده في المعمل اسمه اختبار وظائف الرئه وتيجي توريه لي. فهو العيان ممكن يتخض ويقول لك طب هو مثلا هو اصلا عنده بقى جاي مش قادر يتنفس وتعبان وكده، فهو بيكون خايف ان التيست ده مثلا يزود له المشكله اللي عنده او كده. فانت هتقول له لا، ده هو السبايرومتري دوت فيري لو ريسك، يعني هو اي اختبار بيعمله ممكن طبعا يبقى يعمل مشاكل على العيان او اضرار او اثار جانبيه او كده، لكن احنا لسه قايلين اصلا ان السبايرومتري ده حاجه او البالمونري فانكشن تيست عموما دي حاجات نون انفيزيف، يعني انا اصلا مش بدخل حاجه جوه جسم العيان، فيعتبر دي ايه حاجات فيري لو ريسك. الا بقى لو العيان ده الا لو العيان ده عنده بعض المشاكل الصحيه اللي هي ممكن يكون انت بتطلب من العيان اصلا في التست ده بتطلب منه ينفخ في الانبوبه، وممكن مثلا وبرده في بتطلب منه ينفخ مثلا بطريقه بقوه او ياخد نفس عميق، فكتر ده الحاجات دي بتغير البريشر جوه الشيست وجوه الابدومين، فممكن تغيير الضغط او القوه اللي هو بيعملها اثناء التست ده لو هو عنده بعض المشاكل الصحيه تاثر عليه، زي مثلا حاجه اسمها unstable angina، يعني العين ده انت بتبقى واخد بالك منه شويه وانت شغال معاه، هي مثلا حاجه اسمها unstable angina، انجينا اللي هي الذبحه الصدريه، بيكون في مشكله في الشرايين التاجيه اللي بتغذي القلب، فممكن كتر المجهود اللي العيان بيعمله اثناء التست ده ياثر على او ان هو يجيب للعيان ذبحه صدريه دلوقتي. ماشي. او لو العيان ده عنده ريسنت نيموثوركس، نيموثوركس يعني ال في هواء جوه البلورال كافيتي، يعني المفروض ان اللنج جواها متحوطه بالبلورا، ماشي، لازقين على بعض بالظبط، فلو حصل انجري والبلورا دي اتقطعت ودخل زي شيست انجري مثلا والهواء دخل في البلورا دي، يبقى بين اللنج والبلورا في هواء، والهواء ده طبعا هيضغط على الالفيولاي بتاعه اللنج ويعمل لها كولابس. فلو العيان ده عنده اصلا مشكله حصل له نيموثوركس قريب وانت بتطلب منه ان هو يعمل المجهود ده او التنفس بقوه ده طبعا ممكن يبقى مشكله بالنسبه له قوي. او لو العيان ده عنده ريسنت هارت اتاك او ستروك، ستروك يعني جلطه دماغيه، هارت اتاك برضو يعني سكته قلبيه، فبرضو العيانين دول المفروض ما يتعرضوش للستريس، يعني هو التست ده يعتبر مجهود وستريس بالنسبه للعيان، فانت المفروض برضو لو العيان عنده انجينا او عنده سكته قلبيه هارت اتاك او عنده ستروك زي سكته دماغيه او كده ما يتعرضش للتست ده، او العيان ده اصلا عامل عمليه في العين اي سيرجري او ابدومينال سيرجري، لان كتر برضو التنفس بالمجهود ده برضو بيزود الضغط العين وبيزود الضغط في الابدومين في بطن العيان، فانت ما ينفعش برضو تطلب منه التست ده. اول عيان دوت كاف اب بلاد، يعني عمل حاجه اسمها هيموبسيد، يعني كح دم قريب وانت مش عارف سبب الكحه دي، فانت لا استنى بقى شخص له السبب الهيموبسيس ده وبعدين اعمل له التست. يبقى ايه يعني هو السبايرومتري عموما يعني فيري لو ريسك، يعني مش بيعمل مشاكل للعيان اذا لو العيان ده عنده بعض المشاكل اللي هي بتزيد بالستريس، زي مثلا زي الانجينا، زي الهارت اتاك، زي الستروك، او العيان ده كان الشيست بتاعه في انجري قبل كده جاي له نيموثوركس قريب، او العيان ده مثلا عامل عمليه قريب برده زي الاي سيرجري او الابدومينال سيرجري، او العيان ده بيكح دم وانت مش عارف سبب كحه الدم دي، لا استنى الاول شخص وبعدين اعمل له البالمونري اي فانكشن. ماشي. يبقى كده دي بالنسبه للسؤال بتاع السبايرومتري ده بيعمل مشاكل على العيان ولا لا. طيب ازاي بقى بنعمل او فكره السبايرومتر ده، هو ده زي ما وريتكم اهو، دي الدكتور ودي البيشنت وفي اللي هي الماوس بيس اهيت وينفخ فيها ومتوصلة بالجهاز ده، والجهاز ده له مونيتور، والمونيتور دي هتطلع كيرف والكيرف ده يطبع لنا على الورقة. ماشي. فاحنا عندنا السبجكت اللي هو العيان، وعندنا السبايروميتر اللي هو الجهاز. ماشي. دي الحاجات اللي احنا مستخدمها عشان نعمل سبايرومتري. طبعا احنا لسه قايل لكم ان هو بيقيس الاسبيراتوري فوليومز والكاباسيتي، يعني كميه الفوليوم اللي هو كميه الهواء اللي داخله اللنج او اللي خارجه من اللنج. ماشي. دي اسمها الفوليوم. الكباسيتي بقى دي مجموعه كذا فوليوم مع بعض، لما بنجمعهم مع بعض يدينا حاجه اسمها الكباسيتي او الساعه. ماشي. دول هنشرحهم بالتفصيل دلوقتي. البروسيجر او طريقه التست ان انت البيشنت بيبقى قاعد وطبعا بتعقم الماوس بيس اللي هي الحته اللي يحطها في الفم دي بتعقمها، وبتطلب منه ان هو يتنفس شهيق وزفير جوه بتاع الماوس بيس دي. ماشي. وهو الهواء بقى اللي تتنفسه دوت هيمشي في الانبوبه ويوصل للجهاز، والجهاز ده بقى هيحسب لك كميه الهواء اللي انت دخلت او خرجت من الرئه اثناء الشهيق والزفير والفوليومز، ويديك الفوليوم وكباستي ويطبعها لك على ورقه. الورقه بقى اللي احنا هنشوفها دلوقتي هيطلع لنا دي شكل الورقه اللي بتطلع لنا دي، بتدينا شكل كيرف، رسمه بيانيه كده.
طيب عشان نفهمها، احنا قلنا الاول عندنا 4 لانج فوليوم و4 لانج كاباسيتي، يبقى احنا الفوليومز او الاحجام عندنا 4 حاجات، وعندنا الكاباسيتيز 4 حاجات. احنا عاوزين بقى نركز في الحته دي كده ونصحصح، عشان دي اهم حته في المحاضره ومهمه في العمل كمان، فيعني نركز كده عشان نفهمها ونحفظها بسرعه، ونبقى كده خلصنا يعني خلصنا المحاضره بتاعتنا. بصوا بقى يا ولاد عشان نفهم الرسمه دي، احنا عندنا، سيبكم من ده دلوقتي، انتوا ركزوا معايا بس دلوقتي في اللي انا بقوله، وما لكوش دعوه بالكلام اللي على الرسمه. انا دلوقتي العيان قاعد والماوس بيس دي في بقه، ماشي، وبقول له خد نفس زي ما انت قاعد بالظبط مستريح، مش بتجري ولا نفس عميق ولا حاجه، ده هو النفس المعتاد بتاعك، فيبقى عباره عن شهيق وزفير. انسبيريشن اكسبيريشن، انسبيريشن اكسبيريشن، انسبيريشن اكسبيريشن، ده اللي هو الكيرف القصير خالص، ده الانسبيريشن والاكسبيريشن. الانسبيريشن كميه هواء داخله، وهي نفسها بالظبط كميه الهواء اللي خارجه، يعني الفوليوم اوف اير انسبايرد بيساوي الفوليوم اوف اير اكسبايرد. اثناء الشهيق بتاخد كميه هواء، وهي نفسها بتخرجها اثناء الزفير، ماشي. فهم راحوا سموا كميه الهواء اللي انت بتتنفسها دي اثناء الشهيق او تخرجها اثناء الزفير اسمها التايدال فوليوم، اللي هو الكيرف القصير ده، شايفين ده حاجه اسمها التايدال فوليوم. كلمه جايه منين كلمه تايدال؟ كلمه تايد يعني المد والجزر، صح؟ فهما بيشبهوا بقى الشهيق بالمد والزفير ده بالجزر، بالمد والجزر، مد وجزر ورا بعض، فسموها التايدال فوليوم من كده يعني، ماشي. فيبقى التايدال فوليوم دي باختصار هي كميه الهواء، انت قاعد مستريح مش بتعمل مجهود ولا حاجه، هو كميه الهواء اللي انت بتتنفسها اثناء الانسبيريشن واثناء الاكسبيريشن، دي اسمها ايه؟ التايدال فوليوم. طيب اعرف عنها ايه تاني التايدال فوليوم دي؟ اعرف ان هي بتساوي 500 مللي. فمهم عندي الارقام، التايدال فوليوم ده هو الاماونت اوف اير، عشان نرجع لجدول تاني، التايدال فوليوم دي الفوليوم هو حجم الهواء انسبايرد اور اكسبايرد، هي هما اصلا بيساووا بعض، يا اما دخلتها عملت الكيرف لفوق او اكسبايرد طلعت الـ نزلت الكيرف لتحت. with each normal quiet breathe، يعني خدوا بالكم من دي، ان انا اصلا قاعده اللي هو التنفس العادي اصلا، ودي حوالي 500 ملي. كده اول نقطه معانا في الفوليومز بقى كده، احنا قلنا الفوليومز كلهم 4، اول واحد فيهم اللي هو التايدال فوليوم اللي احنا قلنا عليه، ماشي. طب دلوقتي بقى انت بعد ما خليت العيان يتنفس عادي، قلت له بقى انت تاخد نفس عميق دلوقتي، فدلوقتي انت عملت انسبيريشن اكسبيريشن، وبعدين قلت له خد نفس عميق، فهو خد نفس عميق عميق، لا طبعا كميه الهواء اللي هياخدها هتبقى اكتر من التايدال فوليوم، فعمل حاجه اسمها انسبيراتوري ريزيرف فوليوم. ايه بقى الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم دي؟ هي كميه، هو عمل تايدال فوليوم لحد هنا، يعني مثلا بصوا في الكيرف اللي فوق ده، هو عمل تايدال فوليوم بيتنفس انسبيريشن اكسبيريشن عادي اللي هو كميه الهواء المعتاد، وانت بقى قلت له خد نفس عميق، فهو خلاص خد التايدال فوليوم، وهياخد بقى النفس العميق ده هيزود كميه هواء تدخل اللنج كمان، فكميه الهواء اللي هتدخل من فوق التايدال فوليوم دي على فوق كده، دي اسمها انسبيراتوري ريزيرف فوليوم، ماشي. يبقى دي هي كميه هي دي مخزون، يعني هو في الحاله الطبيعيه مش بياخدها، ولكن لو هو مثلا احتاج كميه الهواء دي، فمثلا هو بيجري دلوقتي او بيتخنق او بيعمل مجهود، فهو محتاج كميه هواء اكتر، فلما يعمل فهيضطر ان هو يتنفس بعمق اكتر، فكميه اللنج كميه الهواء اللي اللنج تستوعبها اثناء الانسبيريشن هي انسبيراتوري ريزيرف فوليوم، فهمنا؟ يبقى الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم دي هي الفوليوم اوف اير ذات كان بي انسبايرد over the normal tidal volume، يعني هي اكتر من التايدال فوليوم، يعني التايدال فوليوم خلص عند هنا اللي هم ال 500 مللي انت تنفستهم، وعملت ديب انسبيريشن يعني شغلت الماسلز بتاعه الانتركوستال ماسل وكده والديافرام، شغلتهم عشان تاخد نفس عميق او ديب انسبيريشن، فدخلت كميه هواء زياده، كميه الهواء بقى اللي انت دخلتها فوق التايدال فوليوم دي في الديب انسبيريشن اسمها الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم، ودي حجمها بيساوي 3000 مللي. يبقى احنا كده عندنا حاجتين، حاجه اسمها التايدال فوليوم اللي هو التنفس انسبايرد او اكسبايرد، وفي النورمال كوايت بريزنج وبيساوي 500 مللي. طب في حاجه اسمها لو انا خدت نفس عميق ديب انسبيريشن، حاجه اسمها الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم، ودي تساوي 3000 مللي. طيب نفس الكلام هتقول العيان ده خرج بقى النفس العميق ده، اعمل ديب اكسبيريشن او فورسد اكسبيريشن، يعني انت كميه الهواء اللي انت خدتها في النفس العميق ده، لا خرج بقى يعني طلع الهواء اللي في الرئتين كله، فيعمل حاجة اسمها expiratory reserve volume. نشوفها على الرسمة، انت قلت للعيان خد deep inspiration نفس عميق، وبعدين خرج بقى كل الهواء اللي تقدر عليه، يعني خلص فض الشست بتاعك من الهواء، فهو خرج كمية الهواء اللي يقدر عليها كلها، فعمل حاجة اسمها expiratory reserve volume في deep expiration.
فيبقى دي الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، دي الفوليوم اوف اير ذات كان بي اكسبايرد باي فورسفول اكسبيريشن، يعني هو بيحاول يخرج كل الهواء اللي في الشيست بتاعه. افتر ذا اند اوف نورمال تايدال اكسبيريشن اتس اباوت 1100، اللي بتبقى حوالي 1100. يبقى تاني يبقى كده خدنا ثلاثة فوليومز، اول واحد اللي هو التايدال فوليوم اللي هو كمية الهواء انسبايرد او اكسبايرد اثناء النورمال كوايت بريثنج، ودي حوالي 500 مللي. في حاجتين مرتبطين ببعض، حاجة اسمها الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم والاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. فكرتهم ايه؟ ان انا بطلب العيان ياخد نفس عميق يدخله او نفس عميق يخرجه. لو هو عمل ديب انسبيريشن فيبقى دي كمية الهواء اللي هياخدها فوق التايدال فوليوم اللي هو الكيرف اللي طالع ده، ودي تساوي 3000 مللي. طيب لو انا قلت له اعمل فورس فول اكسبيريشن يعني خرج كل الهواء اللي عندك، فهو بعد التايدال فوليوم ما وصل له هيقوم مخرج كميه هواء، او دي هيروح يحاول يخرج الهواء اللي في الشيست بتاعه كله، فيعمل فورس فول اكسبيريشن يخرج 1100 مللي. ماشي، يبقى دي اسمها اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. في حاجه بقى اسمها ريزيدوال فوليوم، دي حاجه ملهاش يعني مختلفه عنهم شويه. ايه بقى الريزيدوال فوليوم ده؟ الريزيدوال فوليوم دي هي كميه الهواء اللي ما بتظهرش اصلا في الرسمه. يعني ايه؟ بصوا احنا عندنا الالفيولاي بتاعت اللنج دي بتبقى جواها كميه هواء، وكميه الهواء دي بتفضل موجوده في اللنج مهما العيان عمل فورسفول اكسبيريشن وعمل اقصى مجهود عنده عشان يخرج الهواء في الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم ده. انت قلت له طلع الهواء اللي في الشيست كله، مهما عمل هيفضل فيه شويه هواء موجودين جوه الالفيولاي ومش هيخرجوا خالص، الا بقى لو انت غزيته بسكينه وخرجتهم، لكن هم دول موجودين دايما ومش بيخرجوا خالص. اسمهم ريزيدوال فوليوم، يعني حجم الهواء المتبقي جوه الالفيولاي. يبقى ديت الايه؟ الفوليوم اوف اير، اهي الفوليوم اوف اير ريمينينج ان ذا لانج افتر ذا موست فورسفول اكسبيريشن، يعني اقصى قوه عند العيان في الاكسبيريشن برضو هيفضل بعدها شويه هواء موجودين في اللانج. ماشي، ودول بيبقوا حوالي 1200 مللي، ودول طبعا ما بيتقاسوش بالسبايروميتر لان اصلا هم ما خرجوش من اللنج، يعني هو البسبايروميتر ده بيقيس الحاجه اللي خرجت من اللنج، فطالما دول ما خرجوش مش هيتقاسوا على السبايروميتر. فهم يعني الكيرف هو اخره، الكيرف ده رسم اخره خالص الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، لكن في شويه اللي هم الريزيدوال فوليوم اللي هم بالاصفر دول اللي هم موجودين جوه اللنج، ودول بيبقوا حوالي 1200. دول بيبقوا موجودين جوه ايه؟ الالفيولاي. ليه؟ عشان ما يحصلش كولابس. ما هو الالفيولاي دي زي البالونه، يعني هشبهها لكم بفكره، مثلا لو انت عندك بالونه فاضيه خالص فانت عشان تنفخها بتبقى اول طلعه، يعني اول نفخه بتبقى صعبه قوي لحد ما البالونه تكبر شويه وبعد كده خلاص بتبقى سهله، صح؟ فهي الالفيولاي هي بالظبط بالونه. فلو البالونه دي عندك هي برضو كولابست خالص وما فيهاش هوا خالص، فانت عشان كل شهيق وكل زفير كل تنفس هتعمل مجهود كبير قوي عشان الالفيولاي دي تقدر تفتحها وتملاها. لا، فمن حكمة ربنا ان هو خلانا الالفيولاي دي فيها شوية ريزيدوال اير او ريزيدوال فوليوم، شوية هواء صغيرين مخليينها منفوخة شوية، مش كولابس، مخليينها منفوخة شوية بحيث لما انت تيجي تتنفس تبقى هي اصلا اوريدي منفوخة شوية، فانت بس مجرد مجهود بسيط منك هتكمل عليها وتعمل انسبيريشن. ماشي، فدي الحكمة من الريزيدوال فوليوم يعني. ماشي، طيب يبقى كده الريزيدوال فوليوم، يبقى كده الفوليومز تاني اربعة فوليومز. ماشي، اول حاجة التايدال فوليوم نشوفها على الكيرف، اسهل حاجة التايدال فوليوم ده كمية الهواء انسبايرد او اكسبايرد وبتساوي 500 مللي. ماشي، وده في حالة الراحة اللي هو الانسان قاعد مستريح. بعد كده انت طلبت منه يعمل نفس عميق، ياخد نفس عميق ديب انسبايريشن، فهو عمل التايدال فوليوم وخلصه، فبعدين عمل ديب انسبايريشن فدخل كمية هواء زيادة اللي هي 3000 مللي، دي اسمها انسبيراتوري ريزيرف فوليوم اللي هي الاي ار في. ماشي، بعد كده انت قلت له بقى كمية الهواء الكتيرة اللي انت خدتها دي احنا عاوزينك تخرجها بقى، فاعمل اقصى اكسبيريشن عندك فورسفول اكسبيريشن، وبتبقى حوالي هتخرج كمية الهواء اللي هي 1100. ماشي، اسمها اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. بعد كده انت عملت اقصى اكسبيريشن عندك بس برضو لسه عندك شويه هواء موجودين في اللنج ما خرجوش. ماشي، شويه الهواء اللي موجودين في الالفيولاي وما خرجوش دول اسمهم الريزيدوال فوليوم، اللي هم تحت الكيرف اصلا، يعني هم مش ظاهرين في الكيرف، ودول بيبقوا حوالي مين؟ 1200 مللي. ماشي، ودول طبعا بيمنعوا الكولابس بتاعه الالفيولاي. يبقى كده فهمنا الاربعه فوليومز اللي عندنا وايه الفرق بينهم، ودول طبعا بيجوا في الام سي كيو. يا ولاد بقى تاني جزء مهم في المحاضره اللي هو اللانج كاباسيتي او سعه الرئه. عندنا برضو كم واحده؟ عندنا اربعه لانج كاباسيتيز. عشان ناخدهم على الكيرف طبعا اسهل، نرجع تاني بس الحته بتاع الفوليومز ده، التايد الصغيرين دول التايدال فوليوم، وبعد كده عندنا الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم اللي هو طالع ده، وبعد كده الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، وقلنا الريزيدوال هو الحته اللي تحت اللي هي اصلا مش بتترسم كيرف. ماشي، ايه بقى الكاباسيتي؟ الكاباسيتي انا بجمع كذا فوليوم مع بعض،
ماشي. يبقى عندنا مثلا الحته دي التايدال فوليوم، هو عامل لنا الرسمه دي عجباني قوي، عامل كل حته بلون. فعندنا دي التايدال فوليوم والانسبيراتور ريزيرف فوليوم والاكسبيراتور ريزيرف فوليوم والريزيدوال فوليوم، ماشي. هنجمع بقى، ناخد تجميعات، ناخد مثلا كل اتنين مع بعض ونسميهم حاجه. فمثلا عندنا في حاجه اسمها انسبيراتوري كاباسيتي، يعني انت دلوقتي طلبت من العيان هو بيتنفس عادي اهوت، وقلت له بقى قلت له انا عايزك تاخد نفس عميق دلوقتي، فهو هياخد نفس عادي الاول اللي هو المعتاد، وبعد كده ياخد ديب انسبيريشن. يبقى هو خد تايدال فوليوم، يعني هو عمل اكسبيريشن وانتهى هنا. يعني استنوا، هو دلوقتي قلت له وقف عند الاكسبيريشن هنا، انت قلت له بقى انا عايزك تاخد نفس عميق، فهو الاول هياخد يعمل انسبيريشن المعتاد بتاعه، وبعد كده يعمل بقى يشغل الانتركوستال ماسلز ويعمل ديب انسبيريشن، ماشي. فهو خد كده التايدال فوليوم وخد الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم، الاثنين دول على بعض تسميهم انسبيراتوري كاباسيتي، يعني سعه اللنج اثناء الانسبيريشن، يعني اللنج اثناء ما بعمل انسبيريشن اللنج دي تستوعب قد ايه، بغض النظر بقى انا خدت كل الهواء ده ولا لا، يعني بغض النظر انا عملت ديب انسبيريشن ولا لا، انا عايزه اعرف اللنج دي تستوعب قد ايه. فهي تستوعب كميه الهواء المعتاده اللي هي التايدال فوليوم العادي اللي هم 500 مللي، وكمان لو انا عملت ديب انسبيريشن هتستوعب كمان 3000 مللي اللي هم بتوع الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. فدول على بعض 3500 دول اسمهم انسبيراتوري كاباسيتي. يبقى كلمه كاباسيتي ان انا بجمع كذا فوليوم مع بعض، انسبيراتوري كاباسيتي دي عباره عن التايدال فوليوم وزودت عليه كمان عملت ديب انسبيريشن فزودت عليه الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم، يبقى دول اسمهم الانسبيراتوري كاباسيتي. نفس الكلام بالظبط، العيان برضو بيتنفس عادي خالص، وبعد كده هو وقف عند الاكسبيريشن هنا، فانا قلت له انت بقى تطلع لي نفس باقصى قوه عندك، يعني تخرج الهواء اللي عايزك تخرج الهواء اللي في الرئتين كله. فهو هيروح مخرج الهواء اللي هو الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، هيخرج كميه الهواء اللي هي في الفورسفول اكسبيريشن اللي احنا لسه قايلين عليها اللي هي كانت ثالث واحده في الفوليومز اللي هي الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. لما يعمل فورسفول اكسبيريشن هيخرج كميه هواء بتساوي 1100، صح؟ دي هتخرج، وبرده لسه في اللنج بتاعته الريزيدوال فوليوم اللي انا قلت لكم ده مش بيخرج خالص اصلا اللي هو 1200، ده اللي هو لسه موجود. فانا عايزه اعرف سعه اللنج بقى في الوقت ده، هروح اجمع الاثنين مع بعض، ماشي. حاجه اسمها الاكسبيراتوري كاباسيتي او اسمها التاني المعتاد اللي هو الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. تاني عشان الحته دي ما تلخبطوهاش، احنا دلوقتي العيان بياخد نفس عادي، وبعدين قلت له اقف عند الاكسبيريشن، وبعدين طلبت منه بقى ان هو يخرج كل الهواء اللي في الرئتين، فهو عمل فورس فول اكسبيريشن خرج لي الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم اللي هو اللي بينفع يخرج اصلا اللي هو ال 1100. ولكن انا عايزه احسب بقى اللنج دي، طبعا كانت مستوعبه ال 1100 دول، وجواها كمان مستوعبه كمان الريزيدوال فوليوم اللي هو الحجم المتبقي اللي مش بيخرج اصلا من الالفيلاي اللي هو ال 1200. فاروح مجمع دول على بعض اللي هو هيدونا 3000، هيدونا قصدي 2000 وكام، 2300، ايوه اللي هو 1100 و2200 اللي هو الاثنين دول مع بعض، ماشي. ال 2300 دول اسمهم ممكن اقول عليهم زي دي كده، دي اسمها انسبيراتوري كاباسيتي، ممكن عليهم اقول عليهم اكسبيراتوري كاباسيتي، بس انا ما بستخدمش كلمه اكسبيراتوري كاباسيتي دي، بستخدم كلمه ثانيه اسمها فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. يبقى ثاني ناخد اول اتنين في الكباستي عشان هي يعني بتلخبطكم شويه. الانسبيراتوري كاباستي دي عباره عن التايدال فوليوم، واحنا لو حفظنا الرسمه دي هتسهل علينا كتير، هي التايدال فوليوم والانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. الفانكشنال ريزيدوال كاباستي هي الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم مع الريزيدوال فوليوم، ماشي. ودي اثناء الفورسفول اكسبيريشن ودي اثناء الديب انسبيريشن. فهمنا كده؟ كده اول اتنين في الكباستي، فاضل عندنا اتنين. بصوا بقى في التالتة دي هنعمل حركة مختلفة. انا دلوقتي هقول للعيان هو بيعمل تايدال فوليوم عادي اهو، ماشي. هقول له خد نفس عميق، يعني استنوا ما نقول على الرسم اللي هو راسمها. هو العيان بيعمل اهو تايدال فوليوم عادي ما بيعملش حاجة، وبعدين قلت له بقى خد نفس عميق ديب انسبيريشن وخرجه باقصى ما عندك فورسفول اكسبيريشن. يعني انا هعمل الخطوتين دول مع بعض، ديب انسبيريشن وديب اكسبيريشن. هيعمل ديب انسبيريشن خد التايدال فوليوم عادي، وبعدين عمل ديب انسبيريشن دخل شويه الهواء اللي هو بيعملهم في الانسبيريشن في الديب انسبيريشن، وبعدين هيخرج الهواء اللي في الفورسفول اكسبيريشن. ما قلت له خد نفس عميق وخرج النفس العميق ده كله، فهو عمل خد التايدال فوليوم عادي، وبعدين عمل ديب انسبيريشن، وبعدين عمل فورسفول اكسبيريشن، فخد الثلاثه دول مع بعض، يعتبر خد الانسبيراتوري التايدال فوليوم ده خده الاول،
وخد الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم وخد الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. فالثلاثه دول مع بعض كده بنسميهم حاجه اسمها الفايتال كاباسيتي. الفايتال كاباسيتي يبقى الفايتال كاباسيتي دي فيها الثلاثه دول ما عدا الريزيدوال فوليوم. ليه بقى؟ لان الريزيدوال فوليوم ده اصلا جوه الالفيولاي، ما بيخرجش ولا بيدخل ولا بيعمل اي حاجه، هو قاعد كده وخلاص ريزيدوال. ماشي. فالثلاثه الباقيين دول على بعض كده اسمهم الفايتال كاباسيتي. نجمعهم التايدل ده 500 والانسبيراتوري ريزيرف ده 3000 والاكسبيراتوري ده 1100، فكلهم على بعض يبقى 4600. ماشي. انت بس لو حفظت الفوليومز في الاول هتقدر تحسب الكباستي. يعني احنا نحفظ الارقام بتاعه الفوليومز، ولو انا فاهمه الكباستي دي بتاعه ايه ودي بتاعه ايه ودي بتاعه ايه هقدر ان انا احسبها. يعني يبقى تاني الفايتال كباستي عشان ما نلخبطش، بطلب من العيان يعمل ايه؟ بقول له خد ديب انسبيريشن واعمل فورسفول اكسبيريشن الاثنين مع بعض واحسب كميه الهواء. فهو قبل ما يعمل ديب انسبيريشن طبعا بيتنفس عادي فعنده تايدال فوليوم، وبعدين اقول له خد ديب انسبيريشن يعمل انسبيراتوري ريزيرف فوليوم، واقول له اعمل فورسفول اكسبيريشن يعمل اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. الثلاثه دول على بعض كده اسمهم الفايتال كاباسيتي. دي 3000 ودي 500 ودي 1100 يبقى كلهم على بعض 4600. ماشي. طب بيقول بقى يبقى كده الفايتال كاباسيتي ان انا بجمع الثلاثه دول ما عدا الريزيدوال فوليوم. طب لو جمعت الريزيدوال فوليوم دول معاهم حسبته بطريقه معينه، يعني هو بيتحسب بميثود معينه وبجهاز ثاني اصلا او بسبايروميتر معدل يعني عشان احسب الريزيدوال فوليوم. المهم لو حسبته وجمعته مع الثلاثه اللي فوق دول يبقى الاربعه دول اسمهم توتال لانج كاباسيتي. يبقى لو انا جمعت الاربعه فوليوم على بعض يبقى اسمهم توتال لانج كاباسيتي. يبقى تاني حته الكباسيتي ان انا بجمع كذا فوليوم مع بعض. فلو انا بعمل انسبيراتوري كاباسيتي بقول للعيان ياخد نفس عميق، فهو قبل ما ياخد نفس عميق هيعمل الاول التايدل، هياخد نفس العادي وبعد كده يعمل ديب انسبيريشن. ماشي. فهياخد التايدل فوليوم عادي والانسبيراتوري ريزيرف فوليوم، يبقى دي اسمها انسبيراتوري كاباسيتي. طب لو انا عايزه احسب حاجه اسمها الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي بعمل بقول للعيان يعمل ايه؟ بقول له اعمل طلع فورسفول اكسبيريشن، فهو هيطلع الاكسبيرات، هو واقف عند الاكسبيريشن هيحاول بقى يخرج كل الهواء اللي عنده اللي هو فورسفول، كل الهواء اللي في اللنج بتاعته يعمل اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، ولكن في الالفيولاي بتاعته في شويه ريزيدوال اير او ريزيدوال فوليوم موجودين ما خرجوش، فالاثنين دول على بعض اسمهم الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. طيب لو انا بقى قلت للعيان اعمل الخطوتين دول مع بعض، خد ديب انسبيريشن وبعدين اعمل فورسفول اكسبيريشن، فهو عشان يعمل انسبيريشن لازم يعمل ديب انسبيريشن، لازم يعمل الانسبيريشن المعتاد، يعمل ياخد تايدال فوليوم الاول وبعدين ياخد كمان 3000 مللي اللي هم بتوع الانسبيراتوري ريزيرف، وبعد كده اما يجي يخرجهم بقى هيطلع الاكسبيراتوري ريزيرف. الثلاثه دول على بعض اسمهم الفايتال كاباسيتي، يعني هي مجموع الفوليومز كلها لكن الريزيدوال فوليوم ده ما بيدخلش معاهم. لكن لو انا دخلت الريزيدوال فوليوم ده معاهم فيبقى الاربعه فوليومز متجمعين مع بعض يبقى دي اسمها التوتال لانج كاباسيتي. ماشي. كده يعتبر اعتقد بقت سهله يعني ان شاء الله. في ملحوظه بيقول لك ان التوتال لانج كاباسيتي دي او هي فوليوم دي مكتوب غلط، هي المفروض توتال لانج كاباسيتي دي بتساوي كميه الهواء اثناء يعني اقصى انسبيراتوري ايفورت. يعني انت دلوقتي قلت له خد ديب انسبيريشن خد نفس عميق، فكميه الهواء بقى اللانج تستوعبها في الوقت ده طبعا التايدل فوليوم بتاعك العادي، وطبعا كميه الهواء اللي انت دخلتها في الديب انسبيريشن وكميه الدواء الهواء اللي هتخرجها في الديب اكسبيريشن والريزيدوال فوليوم اللي لسه موجود، يبقى كلهم على بعض كده انت عملت اقصى انسبيراتوري ايفورت عندك، فانت اللنج بتاعتك دلوقتي تستوعب حاجه اسمها التوتال لنج كاباسيتي. لو جمعناهم هيبقى عندنا التايدل دوت 500 والانسبيراتوري ريزيرف 3000 والاكسبيراتوري ريزيرف 1100 وده 1200 الريزيدوال ده 1200 يبقى كلهم على بعض بيساوي 5800. ماشي. عشان الارقام بس بتاعه الكباستي ما تلخبطناش، احنا نحفظ الارقام بتاعه اللنج فوليومز ولما نجمعها وبعد كده واحفظ اللنج كباستي كل كباستي عباره عن بجمع مين مع مين وبحسبها انا عادي عشان ما لخبطش نفسي في الارقام الكتير يعني. ماشي. كده خلصنا اصعب حته في المحاضره، يعني يا رب تكونوا فهمتوها. يعني هي الرسمه دي بجد بتختصر كلام كتير. في بقى هنا بيقول لنا ايه هي الفاكتورز او العوامل اللي بتاثر على اللنج فوليوم، يعني اللنج فوليوم اللي هم التايدال فوليوم والانسبيراتوري ريزيرف والحاجات اللي احنا قلناها دي، ايه العوامل اللي او الفاكتورز اللي بتاثر عليها. طبعا يعني في العوامل دي في منها حاجات كنترولد يعني اقدر اتحكم فيها وحاجات ان كنترولد يعني هي الانسان مخلوق بيها كده. يعني ايه مثلا مين البيشنت اللي تلاقي عنده الفوليوم بتاعه اكتر؟ لو العين دوت ميل ليه؟ لان الشيست وول بتاعه
بيبقى كبير في الحجم. غير كده المسلز بتاعته اللي هي الانتركوستال مسلز والشيست والمسلز كلها بتبقى اقوى من الفيميل، فطبيعي لما المسلز دي تشتغل هتشغل والديافرام بتاعه يشتغل اكتر، فيدخل كميه هواء اكتر فيستوعب فوليوم من الهواء اكتر، فبالتالي الميلز اكتر في الهواء اللنج فوليومز بتاعتهم اكتر من الفيميلز. تاني حاجة الناس اللي هم الطوال التولر بيبول، الناس الطويلة برضو الشيست وول بتاعهم بيبقى حجمه أكتر من الناس القصيرة، بيستوعب كمية هواء أكتر من الناس القصيرة. الناس النون سموكر هو السموكينج أصلا بيبوظ البلمونري فانكشن، فالناس النون سموكر طبعا هيستوعبوا اللنج بتاعتهم هتستوعب كمية هواء أكتر، لأن هيبقى حالتهم الصحية أحسن أو اللنج بتاعتهم الفانكشن بتاعتها أحسن من الناس اللي هم اللي بيدخنوا. تاني حاجة رابع حاجة البروفيشنال اثليتس، اثليتس اللي هم الرياضيين يعني مثلا اللي بيلعبوا سباحة الجري الكلام ده، طبعا ده مشغل الانتركوستال ماسلز بتاعته على طول وباستمرار، والالفيولاي بتاعته كلها مفتحة مفيش حاجة كولابسد، فطبعا بتستوعب كمية هواء اكتر كتير عشان كمان تساعده في الرياضة اللي هو بيلعبها دي. وكمان الناس اللي عايشين في هاي التيتيود يعني في الاماكن فوق الجبال، الناس اللي عايشة فوق الجبال والاماكن العالية دي هو بجسمهم بيكون فيه الاكسجين في الوقت في الاماكن العاليه دي بيبقى الاكسجين قليل، فبيحصل شويه تغيرات كده في الشيست بتاعهم، ان الـ يعني محاوله للتكيف يعني عشان يستوعبوا كميه هواء اكتر، فهو لان الاكسجين قليل فهو الشيست بتاعهم بيتغير شكله عشان يستوعب كميه هواء اكتر، لان الهواء اللي موجود اصلا لو كواليتي يعني الاكسجين بتاعه قليل، فانا بحاول اخد اكتر كميه هواء عشان اوصل ايه للاكسجين اللي انا عايزاه. فده الناس اللي عايشه في هاي التيتيود. تمام، يبقى دي الناس اللي هي بيكون عندها اللانج فوليومز بتاعتها كتير، اللي هم الميلز والناس الطوال، الرجاله الطوال اللي مش بيدخنوا وبيلعبوا رياضه وعايشين في اماكن عاليه عشان نحفظها، الرجاله طوال وما بيدخنوش وبيلعبوا رياضه وعايشين في اماكن عاليه، دول يكون عندهم لارج فوليوم او لارج لانج فوليومز. العكس بالعكس في يعني الناس اللي ما عندهاش اللي عندها سمول لانج فوليوم، ده طبعا لو هي فيميل او قصيره او بتدخن او ما بتلعبش رياضه او عايشه في اماكن واطيه، فالاماكن الواطيه دي فيها اكسجين كتير فهي مش محتاجه ان هي تزود اللانج فوليوم في حاجه، ماشي. فنحفظ اللارج مثلا ودي عكسها، في حته كنترول وان كنترول، يعني مثلا حاجه انا بتحكم فيها وحاجه ما بتحكمش فيها، مثلا السموكينج اقدر اتحكم فيها اقدر ما ادخنش واقدر ادخن، الرياضه مثلا اقدر العب رياضه وما اقدر ما العبش رياضه، لكن مثلا واحد اتولد ميل او واحد اتولد طويل دي حاجات ما بيتحكمش فيها، فاهمين؟ طيب دي نفس الرسمه تاني، وبيقول لك استخدامات ايه استخدامات السبايروميتر. اول حاجه طبعا انت تشخص اللنج ديزيز، اللنج ديزيز لو انتوا خدتوا في الباثولوجي بتتقسم لحاجتين، حاجه اسمها اوبستراكتيف وحاجه اسمها ريستريكتيف، حاجه اسمها اوبستراكتيف ديزيز وحاجه اسمها ريستريكتيف ديزيز. اوبستراكتيف يعني حاجه سد الاير واي، يعني مثلا زي البرونكيال ازمه والسي او بي دي اشهر حاجتين اللي هو الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز او البرونكيال ازمه، الاثنين دول بيبقى العيان مش بيعرف يعني الممرات الهواء نفسها او الاير واي نفسه بيبقى ضيق او مش بيعرف يخرج الهواء كويس، فيبقى اللنج فوليوم بتاعته بيبقى لها شكل معين. يعني مثلا عيان هقول لكم مثال عشان تفهموها، عندنا مثلا عيان اللي هو البرونكيال ازمه ده بيكون ما بيعرفش، والسي او بي دي برده ما بيعرفش يخرج الهواء، يعني ادي البرونكاي اهيت وادي الهواء موجود جوه الالفيولاي ومش راضي يخرج، فعنده كميه هواء ريزيدوال اير كتير قوي، يعني الريزيدوال فوليوم الطبيعي اللي هو الموجود جوه الالفيولاي المفروض ان هو يكون 1200، لا في عيان البرونكيال ازمه والسي او بي دي هتلاقيه مثلا 2000 مثلا ريزيدوال فوليوم، ليه؟ لان الهواء موجود عنده متحوش جوه الالفيولاي ومش عارف يخرجه، فيعتبر ده اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، ماشي. طبعا انا بفرق بقى السي او بي دي عن الازمه وكده بالتستات اللي هي مثلا زي الفلو ريت ومعدل خروج الهواء، الحاجات دي مش عليكم خالص دلوقتي، فانا بس يعني بعرفكم بس ليه اهميه ان انا ادرس الكلام ده. فلكن الريستريكتيف لانج ديزيز، الريستريكتيف لانج ديزيز دي حاجه زي اللانج فايبروزيس مثلا، فبتلاقي الفوليومز دي كلها يعني اللانج متليفه، الرئه متليفه، الالفيولاي كولابسد او حاجه اسمها اللانج كولابس، البلالين كلها او الالفيولاي كلها كولابسد ما فيهاش هواء، فبالتالي هتلاقي كل الفوليومز دي قليله، العيان مش قادر يتنفس ومفيش ريزيدوال فوليوم قليل قوي، ماشي. فيعتبر الاوبستراكتيف ديزيز والريستريكتيف ديزيز الاثنين مختلفين خالص في العلاج وفي التشخيص وفي كل حاجه، يعني يعتبر حاجتين مختلفين خالص، فانت مهم انت تفرقهم، تفرقهم بحاجه بسيطه زي السبايرومتري ده، ماشي. او طبعا يعني هو السبايروميتر بيقول لك برده ان هو بيقيس اللانج فوليوم واللانج كاباسيتي ما عدا ان هو بيقيسش الريزيدوال فوليوم، ليه؟ احنا قلنا السبايروميتر بيقيس الحاجه اللي خارجه في الانبوبه، الحقيقه كميه الهواء اللي انت بتتنفسها من الانبوبه او تخرجها في الانبوب، لكن الريزيدوال فوليوم ده موجود جوه الالفيولاي ما بيروحش للسبايروميتر اصلا، فهو ما بيعرفش يقيسه، ماشي. يبقى انهي لانج فوليوم
ما بنعرفش نقيسه في ال ما بنعرفش نقيسه في ال في السبايروميتر او اللي هو الريزيدوال فوليوم. في حاجه كمان اسمها ديد سبيس، لو انت مثلا اللنج بتاعتك اهيت واللنج دي في حاجه اسمها مثلا ابسس، او الحته دي اسمها مثلا فيها كونسوليديشن، او الحته دي فيها كولابس، او الحته دي ميته او انفاركشن مش شغاله، فاصلا يعتبر الحته الميته دي ما فيهاش هواء، فبرضه حتى لو فيها هواء الهواء اللي فيها ده ما بيخرجش، يخرج ما بيخرجش لجهاز السبايروميتر اصلا، فانت مش هتعرف تقيسه. فلو انت عندك ريزيدوال فوليوم او عندك ديد سبيس، الحاجتين دول ما بتعرفش تقيسهم بالسبايروميتر، ماشي؟ لان السبايروميتر بيقيس الحاجه اللي خارجه في الانبوبه، كميه الهواء اللي خارجه في الانبوبه، او الحاجه اللي كميه الهواء اللي انت بتنفسها في الانبوبه. لكن الريزيدوال فوليوم ده موجود جوه الالفيولاي، او لو انت عندك ديد سبيس برضه الهواء موجود فيها مش بيخرج، ماشي؟ طب ازاي بقى اقيس الريزيدوال فوليوم طالما هو بيتقاس شيء بجهاز السبايروميتر العادي؟ بنقيسه بحاجه حاجتين اعرفوهم اسما بس، لان لو قلتهم الموضوع هيطول عليكم ومش مش هتستفادوا حاجه. حاجه اسمها الهيليوم دايليوشن ميثود، ان انت بدل ما بتتنفس الجهاز السبايروميتر العادي ده بتحط جواه هيليوم، ومهم الهيليوم تركيز معين وحجم معين، وبعدين بتقيس الهيليوم تركيز الهيليوم في الشيست بتاع العيان، وبمعادله كده بتقدر تطلع ايه الريزيدوال فوليوم اللي موجود عند العيان. او حاجه تانية اسمها الهول بادي بليزمو، بليسموجرافي. البليسموجرافي دوت ان هو بيقيس تغير الفوليوم، تغير الفوليوم بتاع الاير جوه البادي كافيتي، مش اللونج بس، يعني بيقيس مثلا كمان بيشتغل على البلاد فيسلز وكده. فالمهم يعني البليسموجرافي ده حاجه تانية، يعني هو بيقيس فوليوم برضو، فاحنا ينفع نستخدمه عشان نقيس الريزيرفوار فوليوم. يبقى تاني استخدامات السبايروميتر، اهم حاجه ان هو بيفرق الاوبستراكتيف من الريستريكتيف لانج ديزيز، تاني حاجه ان هو بيقيس لي بقى اللانج فوليومز واللانج كاباستي. طب ايه اللانج فوليوم او الكاباستي اللي انا ما بعرفش اقيسها؟ اللي هو الريزيدوال فوليوم، ولو انت عندك ديد سبيس. طب ازاي اقيس الريزيدوال فوليوم بقى طالما انا ما بعرفش اقيسه بالسبايروميتر؟ بطريقتين، حاجه اسمها الهيليوم دايليوشن ميثود، وحاجه اسمها البليسيزموجرافي. الحاجتين دول بقيس بيهم الايه الريزيدوال فوليوم. دي الريفرنس، مش يعني مش مهم، بس انا كده خلصت وشكرا لكم، يا رب تكونوا استفدتوا.